بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة الأولى بعد المئة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونذكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين. فأهلا وسهلا، حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات. تقول في نهاية رسالتها السائلة سين سين من الرياض: أختنا عرضنا جزءا من أسئلتها في حلقة مضت، وكان عن النمس الملعونة فاعلته، وفي هذه الحلقة تسأل فضيلتكم فتقول: هل نتف الشعر الموجود بين الحاجبين الذي يكون على أعلى الأنف ويمتد إلى الجبهة من النم أم لا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، لا شك أن النهي خاص بشعر الحاجبين، النهي عن النم خاص بشعر الحاجبين. أما ما بين الحاجبين، إذا قدر أن فيه شعر يخرج عن العادة ويسوه وجه المرأة فلا بأس بإزالته، لأنه لا يعتبر من الحاجبين. أما إذا كان شيئا يسيرا لا يسوه وجه المرأة فلا ينبغي التعرض له، لأنه ربما يكون وسيلة لأهل الحاجبين وأيضا لعدم الحاجة إلى إزالته. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل فضيلتكم فتقول: من المائلات المميلات وما الدليل؟ نعم، المائلات فسر بأنها المراد بها التي تمسك المسطة الميلاء، والمميلات التي يمل غيرهن من فتنة لما يسببن في فتنة الرجال وتسبب في إيقاعهم الفاحشة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نعم، والدليل من نفس الحديث الحديث الذي فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلفان من أهل النار لم أرهما، وذكر النساء المائلات المميلات المغيرات لخلق الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. ما هي الكتب المفيدة في تفسير القرآن الكريم؟ الكتب المفيدة في تفسير القرآن الكريم ولله الحمد كثيرة، ولكن الكتب السليمة من الأخطاء في العقيدة هي الكتب التي ألفت في القرون المفضلة، أو الكتب التي ألفت بعد ذلك على منهج السلف، مثل تفسير الإمام بن جرير في الطبري، وكذلك تفسير الإمام الحافظ بن كثير، كذلك تفسير الإمام البغوي، كذلك تفسير شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رواه البيان، كذلك تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي. كل هذه تفاسير جيدة وسليمة ومبنية على العلم النافع ومنهج السلف الصالح. نعم، جزاكم الله خيرا. ما هي الآيات التي ينصح بقراءتها لكي تقرأ على المصاب بالعين؟ نعم، الآيات التي تقرأ على المصاب بالعين سورة الفاتحة، وكذلك سورة قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، معوذتين. نعم، هذه السور الثلاث من أعظم ما يقرأ على المصاب بالعين. نعم، جزاكم الله خيرا. ما هو وقت صلاة سنة الظهر مع توضيح ذلك بمثال؟ جزاكم الله خيرا. سنة الظهر لها سنة قبلها ولها سنة بعدها، فيستحب أن يصلي قبلها 4 ركعات، ووقتها من زوال الشمس. إذا زالت الشمس عن وسط السماء دخل وقت الظهر، إنه يصلي راتبة الظهر قبل الظهر، أو إذا أذن المؤذن إنه يصلي راتبة الظهر القبلي 4 ركعات على أكمل، ويصلى ركعتين فقط، فقد أيضا أدى سنة الظهر، ويصلى
أصلي أيضا ركعتين بعد الظهر، بعد صلاة الظهر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جمهورية مصر العربية محافظة البحر الأحمر المستمع حسام الدين فتحي رسالة وضمنها جمعا من الأسئلة. في أحد أسئلته يقول: هناك حديث متداول كثير بيننا في هذه الأيام، وهو حديث طويل واختصاره أنه 12 ركعة يصليهن المرء من ليل أو نهار، ثم في الركعة الأخيرة وبعد التشهد يثني على الله ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يسجد ويقرأ وهو ساجد الفاتحة 10 مرات وآية الكرسي 7 مرات، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، ثم يقول: اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة أن، ويسأل حاجته، ثم يعتدل من سجوده ويسلم يمينا ويسارا. وفي آخر الحديث يقول الراوي: لا تعلموها السفهاء فإنهم يدعوا بها فيستجاب لهم. هل هذا الحديث صحيح أم أنه موضوع؟ جزاكم الله خيرا. هذا الحديث غير صحيح ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة المذكورة تكون مبتدعة، تكون مبتدعة في الدين ما دام لم يثبت فيها دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هي غريبة في شكلها حيث أنه يقرأ في السجود، وهذا لم يرد في الصلوات، بل نهي عن قراءة القرآن في السجود والركوع، فهي غريبة في شكلها، وأيضا لم يثبت سندها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز فعلها. ومن أراد الخير فالمجال أمامه مفتوح بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصلوات النوافل الصحيحة الثابتة في الليل والنهار. نعم، جزاكم الله خيرا. هل تتفضلون بذكر بعض مما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم مما يغني عن هذه البدعة؟ نعم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الخير الكثير. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها 7 ركعات، تفعل ما بين ارتفاع الشمس إلى قيام الشمس في كبد السماء. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل وصلاة الوتر. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الرواتب التي تفعل مع الفرائض، وهي 12 ركعة، ركعتان أو 4 ركعات قبل الظهر، ركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر وهي أعتدها. كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. وتحية المسجد عندما يدخل المسجد ويريد الجلوس فيه، كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء، صلاة التراويح، كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هي الخير الكثير. بل بعض الناس يبحثون عن الغرائب وعن الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة، ويتركون ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يهتمون به. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، إذا أذنتم لي، ربما أغرى البعض ما قيل في آخر هذا الحديث الموضوع من أن من فعل ذلك استجيبت دعوته مهما كانت حاجته وإن كان سفيها. لعل لفضيلة الشيخ توجيه في أن يرشد الناس إلى طريق يكون بواسطته دعاؤهم مستجابة، وحينئذ يستغنون عن هذه البدعة. طريقة الوضاعين أنهم يضعون ترغيبات في الحديث الذي يضعونه، أو يضعون فيه ترغيبات مروعة. هذا من طريقة الوضاعين، هذا دليل على وضع هذا الحديث أنه موضوع، لأن العلماء ذكروا علامات الوضع وعلامات الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكروا علامات الأحاديث الصحيحة، ومنها أن الوضاعين يجعلون في ما يضعونه من أنواع الوعيد وأنواع الوعود الشيء الذي يغري الجهال أو ينفر الجهال من فعل ما يحذرون منه. والحديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الترغيب والترهيب فيها كفاية ولله الحمد، وفيها غنية للمسلمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل للجمعة أذان واحد أم اثنين؟ وإذا كان هناك أذانين فهل بينهما ركعات يصليها الإنسان أو لا؟ جزاكم الله خيرا. أولا تكمل الإجابة السابقة. الإجابة السابقة ما تفضلتم به من بيان أوقات الإجابة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، أنا والله الحمد واضح حقا، مثلا في جوف الليل وفي ثلث الليل الآخر وأدبار الصلوات والدعاء في السجود، وكذلك
في آخر ساعة من يوم الجمعة وفي ليلة القدر، كل هذه أوقات للإجابة، كل هذه أوقات للإجابة ولله الحمد، وهي تتكرر في حياة المسلم وتمر عليه، فعليه أن يغتنمها. أما بالمناسبة بالنسبة للأذان يوم الجمعة، فإن الأذان الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأذان الذي عند دخول الخطيب حينما يجلس الخطيب على المنبر، فله الأذان الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إعلام بدخول الوقت. أما الأذان الأول فهذا إنما أمر به عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، الخليفة الراشد الثالث من الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم، وقد أمر به لمصلحة، أو أن الناس لما كثروا في المدينة وكثر البيع والشراء وصار الناس قد يتأخرون عن الحضور لصلاة الجمعة لعدم شعورهم بدخول الوقت، فإنه رضي الله عنه رأى أن ينبه الناس بالحضور فأمر بالأذان الأول. فكان رجل يؤذن على الزورة فكان بالمدينة لأجل أن يتنبه الناس بصلاة الجمعة فيترك الأعمال الدنيوية ويتوجه لصلاة الجمعة. وفعل الخليفة عثمان رضي الله تعالى عنه هذا كان بحضرة الصحابة من المهاجرين والأنصار وإجماعهم على ذلك وعدم معارضتهم، وأيضا هو فعل خليفة من الخلفاء الراشدين، وفعل الخلفاء الراشدين قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم، قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. ولكن بعض الناس يؤخرون، أو في بعض البلدان يؤخرون الأذان الأول ولا يجعلون بينه وبين الثاني إلا 7 دقائق قليلة، وهذا ليس بمشروع ولا يأتي بالغرض الذي من أجله أمر عثمان رضي الله عنه بالأذان الأول. ينبغي أن يكون بينهما مدة بحيث يتمكن الناس بعد الأذان الأول من الاستعداد والذهاب إلى المسجد مبكرين. أما أن يجمع أذانان في وقت متقارب فهذا يجب الفائدة من الأذان الأول ويصبح لا قيمة له، ويصبح أذانا مكررا لا قيمة له، وهذا يتنافى مع القصد الذي قصده عثمان رضي الله تعالى عنه. وليس بينهما صلاة في هذه الحالة، إذا تقارب الأذانان ليس بينهما صلاة خاصة، ولكن إذا أتي بالأذان الأول في وقته المبكر فمن حضر إلى المسجد فإنه يصلي، وإن أراد أن يصلي ويستمر بالصلاة إلى أن يخرج الإمام فهذا أفضل، وإن أراد أن يصلي ما تيسر له ويجلس يقرأ القرآن أو يذكر الله إلى أن يحضر الإمام فلا بأس بذلك. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يرفع المأموم يده عند قول آمين في صلاة الجمعة عندما يدعو الإمام في آخر الخطبة؟ لا الإمام ولا المأموم يرفعون أيديهم، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين أو القرون المفضلة، بل إن الصحابة أو بعض الصحابة أنكر على من فعل ذلك، أنكر على الإمام أو على الخطيب الذي رفع يديه في الخطبة ودعا عليه، ما يدل على أن هذا ليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إلا في الاستسقاء، في دعاء الاستسقاء يرفع يديه سواء في خطبة الجمعة أو في صلاة الاستسقاء المعروفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في دعاء الاستسقاء رفعا شديدا حتى يرى بياض أبي طلحة عليه الصلاة والسلام. هذا في دعاء الاستسقاء خاص سواء كان في خطبة الجمعة أو في خطبة الاستسقاء. أما الدعاء الذي في صلاة الجمعة لغير الاستسقاء فهذا لا ترفع فيه الأيدي لا من الإمام ولا من المأمومين، فمن فعله فإنه يكون مبتدعا. جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول السائلة أختكم في الله أم حنين من حفر الباطن. أم حنين لها جمعا من الأسئلة، تقول في أحدها: جهلت مع والدي بأداء فريضة العمرة، وقبل الدخول إلى مكة جاءني العذر، وكنت حديثة العهد بذلك، ولم أخبر أحدا لشدة خجلي، وأتممت العمرة، وبقينا هناك حوالي 3 أيام، وكنت أفعل كما يفعل الناس، وكما يفعل المصلون، فهل علي إثم في ذلك؟ وما هي كفارته؟ وما هو توجيهكم لأمثالي؟ جزاكم الله خيرا. المرأة الحائض إذا أصابها الحيض وهي محرمة للحج أو العمرة فإنها تبقى في إحرامها ولا تدخل المسجد الحرام ولا تؤدي شيئا من مناسك العمرة حتى تنقطع
عنها الدم وتغتسل، ثم تذهب إلى المسجد الحرام وتطوف طواف العمرة وتسحب نفسها والمروة وتقصر. وأما الحائض وهي محرمة بالحج فإنها تفعل ما يفعل الحاج، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم الحائض عن الطواف بالبيت حتى تطهر. فما فعلته هذه المرأة غير صحيح، والعمرة باقية التي أحرمت فيها باقية في ذمتها، عليها أن تعود إلى مكة وأن تؤدي مناسك العمرة. وإذا كان حصل عليها جماع في هذه الفترة فإنها تؤدي العمرة على أنها عمرة فاسدة بالجماع، ثم تذهب إلى المكان الذي أحرمت منه للعمرة الأولى وتحرم منه بعمرة جديدة، تكون قضاء للعمرة فاسد، وعليها مع ذلك أن تذبح شاة في مكة وتوزعها على المساكين. وأما الصلاة والصيام من الحائض فهذا غير صحيح، فهي منهية عن الصلاة وعن الصيام في حالة الحيض، فإذا انقطع دمها وفصلت فإنها تصوم وتقضي ما تركت من الصيام في الحيض، أما الصلاة فإنها لا تقضيها وإنما تصلي بعد الطهارة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح، هذا عذر شرعي كما تفضلتم. أختنا لفت نظري في سؤالها عبارة تقول فيها: لم أخبر أحدا بذلك لشدة خجلي، وحينئذ ما هو دور الأمهات في مثل هذا شيخ صالح جزاكم الله خيرا؟ نعم، دور الأمهات ودور العلماء ودور أهل الذكر عموما هو وجوب البيان للناس، أن يبينوا للناس أمور دينهم، إنما هذا الذي حصل نتيجة جهل، لأن الحياء لا يمنع من الأمور الدينية، لا حياء في الدين، هذا ليس من الحياء المحمود، هذا من الخجل المذموم ومن الشيطان. الحياء لا يمنع من أمور الدين ومن سؤال أهل العلم أما أسأل، فهذا خطأ، خطأ واضح، خطأ من المرأة التي تزعم أنها تستحي أن تسأل، وهذا خطأ أيضا من الموجهين من أولياء المرأة ومن علماء المسلمين والدعاة إلى الله عز وجل، أنه يجب أن يبينوا للناس أحكام دينهم وما يلزمهم في عباداتهم، أما أن يتوجه كبعض الدعاة إلى الكلام في أمور عامة لا يستفيد منها المسلمون أو لا يستفيد منها العامة بالذات، ويبقون في جهلهم وهم يحسدون للناس الكلام من هنا وهناك، فهذا ليس من الدعوة إلى الله في شيء، وإنما هو من حشو الأذهان بشيء لا تحتاجه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، وكان في عونكم وعون إخوانكم. شيخ صالح، ننتقل بعد هذا إلى قضية أخرى تقول فيها صاحبة هذه الرسالة أم حنين من حفر الباطن: يا فضيلة الشيخ، كثيرا ما تأتيني وسوسة في الصلاة وأسرع في أدائها رغم تحفظي على هذا، فماذا أفعل لكي أتجنب الوسوسة في صلاتي وحتى أؤديها باطمئنان؟ جزاكم الله خيرا. أولا عليك بحضور القلب في الصلاة، إحضار عظمة الله سبحانه وتعالى وعظمة هذا الموقف التي وقفت فيه، فإنك إذا استحضرت عظمة الله الذي أنت واثقيفة بين يديه فإن ذلك يجلب لك الخشوع ويذهب عنك الوساوس. ثانيا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في أول الصلاة بعد الاستفتاح بحضور قلب، فمن استعاذ بالله أعاذه. ثالثا عليك بقطع هذه الوساوس وعدم الاستمرار معها وعدم الالتفات إليها والإقبال على صلاتك. رابعا عليك أن لا تصلي وأنت مشوشة في الفكر، أن تكون مثلا مشغولة بشيء أو بنوم أو بحالة شدة في مكان شديد الحرارة أو شديد البرودة، فإن هذه من المشوشات في الفكر في الصلاة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، الغول والغاية، مما يدل على أن الإنسان يتجنب الأشياء التي تشوش عليه في صلاته وأن يتخلى في الصلاة بقلب حاضر. من جميع الشواغل أن يقبل على صلاته وهو على أحسن حال. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يا أم حنين. سنعود إلى رسالتك في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن